نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في خطف أحد نجوم النصر في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، والاتحاد تعاقد مع 4 صفقات رسمية في الصيف الحالي، وهما الحارس أسامة المرمش، قلب الدفاع عبد الله الحافظ، صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورنادو، والمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي. وكاد العميد أن يتعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قادما من الوحدة، إلا أن النصر تدخل في الصفقة وضم اللاعب رسميا. وانتقاما من صفعة أنسيلمو وقبله الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي كان في طريقه إلى الاتحاد قبل أن يخطفه النصر رسميا، نجحت إدارة الحائلي في التعاقد مع حارس العالمي ومنتخب السعودية الأولمبي صالح لحيمد. وعلى مدار الساعات الماضية تفاوض لحيمد مع إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر على فسخ عقده، وبالفعل حقق لحيمد هدفه بفسخ عقده مع النصر ليفاجئ الوسط الرياضي بالتوقيع مباشرة على عقود الانتقال إلى الاتحاد. جدير بالذكر أن لحيمد قضى العامين الماضيين معارا من النصر إلى ناديي أبها والعين. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.